يعني الهيئات المختصة قامت بالواجب ديالها ووصلت الفرقة الوطنية إلى عين المكان للتأكد من المعطيات التي اليوم كما وقع. بعد ذلك إن شاء الله الرحمن الرحيم غتقضي الأمور المجرى ديالها الطبيعي. عرفنا انكم عزيزين يعني عائله تتابعوا هذا الموضوع طبعا هذا الحد الادنى اللي غيقوم به اي مواطن مع اي مواطن كيف برئيس الحكومه بطبيعه الحال. وثم هذا الوالد ديالو يعني كان من المؤسسين ديال الحزب فماشي غير فقط هو ولكن ماشي غير يعني هذا مواطن عنده حقوق لكن كان كذلك علاقة وقرابة. سؤال أخير سيد الرئيس، يعني امبارح كان توجيه لكم لأعضاء ومتعاطي الحزب بعدم الخروج لأي احتجاجات حول هذا الموضوع، ما الداعي لهذا؟ لا ما كاينش قضية بالنسبة لي بسيطة، هذا واحد الحدث مؤسف وقع، الدولة تحركت باش نعرفوا الحقيقة باش القوانين تجري المجرى ديالها. هاد اي احتجاج الان ما عنده حتى شي معنى، فلهذا انا دعوت ابناء الحزب الى ان يكفوا عن اي عمل اللي ما تنعرفوش شنو هي التطورات ديالو، وان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تجي التقارير ديال الهيئه ديال الفرقه الوطنيه اللي خرجت من الدار البيضاء ومشات لتما، اذا لا يتخيل ان عندها اي علاقه مع ما يجري هناك، يعني ساعتها سوف نتصرف التصرفات التي تفرضها علينا القوانين. نحن في دوله منظمه عندها قوانين لابد ان تحترمها، يمكن يكون الاحتجاج فقط الى خلفنا القوانين. شكرا جزيلا سيد الرئيس.